ما عليه. يقول تم انهاء مشوار دام اكثر من 15 عام مع نادي الجهرة. اشكر كل من وقف معي طوال فترتي في نادي، واشكر جميع اللاعبين اللي عاصرتهم وجميع المدربين والاداريين والعاملين، شكرا لما صنعني، شكرا نادي الجهرة. طبعا اخونا وزميلنا مبارك الدوسري نيابه عن برنامج الديربي كتب له الله يوفقك يا ابو متعب، واسم كبير في سماء الجهرة يستاهل. اخونا محمد، محمد معانا على الطرف الاخر من الهاتف. صبحك الله بالخير يا اخوي محمد. السبب وراء هذا القرار هل هو مفاجئ ام كنت تدرس له من فتره طويله؟ اول شيء صبحك الله بالخير ابو سعود اخوي وحبيبي، وصبح على المشاهدين وعلى المستمعين. للامانه ابو سعود القرار هذا يعني خليته بعد تفكير جدا طويل، يعني تقريبا من نص الموسم اللي فات. يعني من الاسباب يعني اللي خلتني اخذ القرار هذا هو طلب، مثل ما تقول طلب او تلميح من الاداره انهم متجهين لتجديد الفريق او دماء الفريق، وبالنهايه يبقى راي لهم وقرار لي انا اني اختار الشيء هذا على قولتهم، واعطاء الفرصه اللي على قولتهم يخدمون النادي بعمر اكثر وسنين اطول. نعم. ممكن توضح لي محمد، ما عليه انا يمكن ما استوعبت او ما فهمت جملتك صراحه. يعني القرار طلب من النادي او انت حسيت ان النادي يبي يجدد وانت يعني سبقت هذا الحدث فقلت بدال ما يقولوا لي والله مثلا شوف لك نادي انا اتخذت القرار من نفسي؟ شوف هو 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 للامانه السنه اللي طافت ترى النادي قال لي احنا محتاجين توقع، بس اللي حسيته تقريبا من نص الموسم حسيت شيء ثاني، يعني حسيت ان الاتجاه للشيء هذا اتجاه انه خلاص يعني محمد جاء الوقت اللي على قولتهم يوخر تفكيري انا هذا. نعم. والشيء هذا تقدر تقول يعني فيه تلميح، فيه الامور هذه كلها، وللامانه ما قصروا بشيء ولا احد قصر وياي بشيء. انا احب يعني اوضح النقطه هذه، يعني ولا تنسى عزيز ترى القرار صعب شوي، يعني انا وانا قاعد اخذ يعني وانا قاعد ادرس الموضوع هذا انا بيني وبين نفسي زعلان يعني ومضايق، يعني سبحان الله يعني في موضوع في ضيقه، لكن هذا على قولتهم سنه الحياه. نعم. فلازم الواحد يوخر يعطي فرصه لغيره، ومثل ما تقريبا يبون الاداره، وهذا كلام ترى حتى هم صرحوا فيه ان تجديد دماء الفريق والاعتماد على الشباب. نعم. قعدت مع الاخوان الاداريين ابو متعب قبل لا تتخذ القرار ولا يعني؟ لا ما قعدت يا احد للامانه، وموضوع كله مسج. كله مسجات واتساب. مسج واتساب يعني انت ليه ما يتمرن؟ امور يعني انت رغبه منك انت ما تبتقعد معاهم ولا هم ما طلبوا انك يقعدون معك؟ لا ما حد طلب وياي، لكن الشيء هذا انا اخترته وبس، وقلت لهم بلغتهم بالكلام هذا. نعم. ويعني للامانه ما جادلوا او قالوا بنقعد وياك، على طول وافقوا، على طول موافقه. لان لما تشوف واحد يعني حتى ما ياخذ يعطي اياك على طول يوافق، معناته انه شنو؟ رايح القراره هو اللي ماخذه. صحيح صحيح. زعلان من هذا التصرف من الاخوان الاداريين ولا؟ لا مو زعلان. انا ما راح، انا ماني زعلان على احد يا ابو سعود. انا زعلان من القرار اللي خذيته، وشيء ضايقني يعني. انا رجال 15 سنه بهالنادي تربيت فيه، يمكن قعدت فيه، قعدت مع ربعي، قعدت اكثر ما قعدت يمكن مع اخواني وربعي. يعني للامانه شيء شوي ثقيل علي. نعم. في عروض جايتك محمد؟ في قاعد تدرس والله تروح نادي اخر ولا خلاص؟ الى الان ما في شيء واضح لي، لا في احد كلمني للامانه، ولا في نيه قاعده يعني. اول الى الان هو موضوع استخاره. نعم. بيني وبين نفسي راح استخير واشوف الوضع، يا يعني اني على قولتهم اشوف اي عرض جاني او اني ابطل مره واحده، والى الان ما غررت الله يوفقك. ولا تعرف انت ما راح اخش عليك شيء انت بالذات؟ ادري والله، ادري يا ابو متعب ما تقصر. من طرف ابو محمد بعدين. ما يحتاج، انتم غالي وابو محمد غالي وكلكم غاليين.
ابو متعب يعني اللي انا يعني مأثر فيني، يمكن اذكر قبل سنه او سنتين او يمكن اقل، كان في لك او جايتك عروض، والاخوان في نادي الجهره كانوا رافضين ان انت تنتقل. ف نعم صحيح. يعني اليوم لما كانوا يعني محتاجينك ويبونك رفضوا ان يسمحوا لك تنتقل، والوقت اللي انت تحس ان انت مثلا ودك تكمل ودك تقعد مع الفريق تحس انهم يقول لك والله توكل على الله، هني شويه تحس بالخاطر ابو متعب. لا هو شوف سعيد، موضوع عن موضوع يفرق، يعني موضوع عرض قبل سنتين من نادي كاظمه غير عن موضوع هذا، الموضوع يعني مختلف. عشان اوصلك اياه، انا للامانه ترى انا كنت مبطل من السنه اللي طافت، كنت النية مبطل. نعم. بس ما حبيت اني اخلي الفريق في الدرجه الثانيه، وكنت انا موجود وياهم يوم طحنا درجه ثانيه. نعم. يعني هذا كان هدف بالنسبه لي انا يا محمد، اني ابعد اذا ردينا صعدنا، والحمد لله صعدنا، ردينا صعدنا يعني على قولتهم جهود اللاعبين اولا، كل شيء مدرب اداريين، يعني ناس كلها تكاتفت على قولتهم، فما حبيت اخليهم بنهايتي انا تكون ان طحنا درجه ثانيه خلاص خليتهم. نعم. كنت برد اصعد بعدين خلاص. بو متعب تدري الدوري الموسم الجاي دمج، فما في مثلا والله تقول له النادي يلعب درجه ثانيه ما راح العب معاه، او انا ودي فريق مثلا في الدرجه الممتازه. فلو جاتك عروض من انديه خلينا نقول اللي تلعب حاليا في الدرجه الثانيه، اتكلم عن الانديه اللي حاليا تلعب. طبعا انا ارجع واقول لك ان الدوري الموسم لا يدمج، فبالتالي ما في درجتين. هل تقبل الفكره؟ يعني ما عندك اي مشكله؟ بالعكس ما عندي مشكله، اذا شيء على قولتهم يليق فيهم قبل لا يليق بمحمد سعد انا ما عندي اي مشكله امثل اي نادي، كل ولي الشرف انا قبل كل شيء اني انا امثل اي نادي بالكويت طبعا. نعم. هذا وجهه نظري انا. نعم. وانا والله انت مكسب يا ابو متعب، مو مجامله لك ولا عشان انت معانا على الطرف الاخر من الهاتف، احنا قاعد نشوف شنو اللي تاديه في الملعب وشنو اللي تقدمه في الملعب، وتبقى وجهه نظر الاخوان في الجهاز الاداري في نادي الجهره والجهاز الفني لهم رايهم ونحترمه ونقدره. كلمة أخيرة تحب تقولها محمد؟ والله أول شيء أبو سعيد أحب أشكر قبل كل شيء لاعب عاصرته من 2004 2005 إلى الوقت هذا، سواء بالنادي يعني أو بوقت يعني استدعاء المنتخب، هالأوقات هذا أنا بالنسبة لي كل لاعب تشرف فيه عاصرته وزاملته ولعبت وياه أتشرف فيهم واحد واحد، وكل مدرب درب محمد سعد وكل اداري اشرف على محمد سعد اكون على قولتهم اكون لهم كل احترام، واشكرهم كل الشكر على اللي قدموه لمحمد، واشكر بالنهايه نادي الجهره اللي صنعه محمد سعد وخلاه يبرز السنوات اللي طافت. نعم.